المصريون في الخارج والاستحقاقات الدستورية القادمة كيف ينظرون إليها؟ هذه مقابلة خاصة أجريها مع عدد من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى من رئيس أو المرشح المنتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون عنده برنامج محدد، مش برنامج عام، برنامج بيقول أنا عايز أعمل إيه وفي تايم تيبل ان هو هيشتغل عليها ويقول ازاي وهيجيب منين والمصادر بتاعته. لكن برنامج عام، عداله اجتماعيه، حقوق انسان، مش عارف كل ده، دي حاجات الكلام عام يعني. بس اهم حاجه يكون في رئيس يكون عنده اول شيء يطبقه القانون والعدل. حضرتك كيف تنظرين للرئيس المقبل يعني، وماذا تريدين منه؟ أهم حاجة تهمني في الرئيس اللي جاي إنه يكون عليه توافق من كل طوائف الشعب، إلى جانب كمان إنه يكون في بينه وبين كل مؤسسات الدولة، يكون هو الرابط اللي بيربط ما بين كل مؤسسات الدولة. أتمنى منه يعني إن هو يركز على الآية بتاعت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هو ده اللي احنا مستنيينه في مصر، وهو ده اللي بيجي تحته كل حاجة. الأمن طبعا عندنا هو أهم حاجة، لازم يكون عنده طبعا، دي ما فيش فيها كلام، جيش وطني قوي، مجلس دفاع وطني قوي، يكون هو يعلم جيدا كل حاجة عن الأمن القومي لبلدنا، وخصوصا في الظروف اللي جاية يكون يعلم كل حاجة عن كل المخططات وال يعني المؤامرات بتاعة كل الدول اللي حواليه وتاريخها، علشان يقدر يحمي بلدنا من كل يعني من ده، ويدينا الأمن طبعا الداخلي والخارجي، ان هو يهتم قوي كمان بمؤسسة شرطية على مستوى عالي محترمة تقدر تحمينا داخليا، ومؤسسة عسكرية قوية تقدر تحمينا خارجيا. وبعد ده كله ممكن بقى يتوفر بعد كده كل العوامل الاقتصادية اللي هي احنا بنعاني منها دلوقتي، وانس ان احنا توفر عندنا ان احنا شعب قوي، دولة قوية بجيشها بشرطتها بأفراد الدفاع الوطني بتوعها، نقدر بقى بعد كده نفرض يعني نشوف كل المشاكل الاقتصادية ممكن تبقى سهلة قوي في ظل الدولة القوية دي. طب حضرتك كيف تنظرين الرئيس المقبل وماذا تريدين منه؟ أحب أقول لحضرتك قبل ما أطلب من الرئيس القادم، أطلب من الشعب المصري كله إن هو يعمل اللي عليه، ولازم يعمل، عشان طبعا البلد مرت بظروف وحشة جدا لدرجة إن لا في أمن ولا في اقتصاد ولا في أي حاجة. يعني البلد يعني المفروض الشعب هو اللي يعمل قبل ما الرئيس نطلبه منه، وبعد كده نطلب من الرئيس اصلا، نطلبه منه اول حاجه الامن، لان الامن دوت اهم حاجه، والقانون، لان لما يطبق القانون على اعلى واحد لاقل واحد البلد هتستمر ان شاء الله، وهتبقى بدايه كويسه باذن الله. وتمنياتنا لمصر والشعب المصري والرئيس المصري ان شاء الله ربنا الحامي باذن الله. إيمان، لما بيكون حد بيتكلم بتفوكسي عليه هو بس. انا بعمل كده. تمام. يعني بص انا ساعه وتبص ناحيتي. تمام. كأن انت ماسكه الميكروفون وهي اللي بتتكلم. تمام. يا جماعه ببصوا للكاميرا بقى. استاذ حسام، يعني كيف تنظر للرئيس المقبل وماذا تريد منه يعني؟ اولا اتمنى انه يكون حازم وقوي، ويبقى يفرض سلطة القانون على كل الشعب المصري، مفيش خيار وفقوس. واتمنى منه انه يهتم بالتعليم ويهتم بالعلاج والصحة، ودي اهم حاجة من اي رئيس نطلبها من الرئيس، اهم حاجة التعليم، لان مصر مش هنصلح حالها الا عن طريق التعليم. التعليم كويس، الناس الاجيال الصغيرة الجديدة كلها هتتخرج وهتعرف القانون وينفذ القانون. واتمنى له التوفيق طبعا، الفريق السيسي انا بدعمه.
القادمة لدينا رئيس جديد سيأتي، يعني كيف تنظرين إلى هذا الرئيس وماذا تريدين منه؟ أنا بصفة شخصية وبصفة حزبية، كلنا نعرف أن حزب الوفد مؤيد للفريق السيسي، وإحنا بالتزام حزبي وباقتناع شخصي أنا بأيد المشير السيسي. والحقيقة إحنا عايزين، هو رجل مرحلة فعلا، لأن عايزين رئيس قوي، عايزين رئيس لا يخضع للابتزاز السياسي ولا للتهريج السياسي اللي بيحصل في مصر دلوقتي ولا للتحرش السياسي اللي بيحصل، لأن عايزين هيبة الدولة، عايزين الشعب يحس بصعوبة المرحلة اللي احنا بنمر بيها، الأخلاق، التماسك والترابط. أنا مش عارفة احنا ليه متفرقين كده، يعني عشان حاجة تنجح، عشان ننجح لازم كلنا نتجمع تاني. عايزين رئيس يجمع المصريين بجد، ما يبقاش رئيس لفصيل، ما يبقاش رئيس لجماعة، ما يبقاش رئيس لحزب، رئيس لكل المصريين. عايزين يبقى قلبنا على بلدنا، عايزين هيبة الدولة، عايزين الأمان، لأن هي دي، أنت مش هتقدر تعمل أي حاجة ولا تنجح في أي حاجة لو ما فيش أمان في البلد دي. وأهم حاجة ما تخضعش لأي ابتزاز سياسي من كل القوى اللي عمالة تتصارع، وللأسف الصراع ده بنشوفه في كل حتة حتى هنا، ودي مشكلة كبيرة جدا. ودي أهم حاجة، إن احنا نجمع المصريين والإحساس الوطني بالبلد دي عشان البلد دي تنجح، هو ده أهم حاجة. أنا بطلب من الرئيس القادم إن شاء الله أيا كان ثلاث حاجات. أول حاجة الشفافية، نحط تحتها 1000 خط. تاني حاجة إرساء دولة القانون، ونحط برضو 1000 خط. ثالث حاجة كل شيء هيجي بعد دي من أمن، اقتصاد، تعليم، صحة، طالما إن في شفافية وإرساء دولة القانون. وأظن إن دول سر تقدم أي دولة في العالم كله، مش أكتر من كده. الطلب الشخصي الثالث إنه في برنامجه يعد ألا يمس مادة الدستور دورتين فقط لا غير، دورتين لرئيس الجمهورية فقط لا غير. فإذا احترم الدستور الشعب كله هيحترم القانون. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بطلب من الرئيس القادم إن هو يكون رئيس لكل المصريين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين زي ما الأستاذ عمرو يقول، يرسي دولة القانون عشان نعيش كلنا تحت قانون واحد، وعدم المساس بالدستور دي حاجة مهمة جدا، الدورتين. والحاجة الأهم من ده إن الشعب يساعد الرئيس، لأن الرئيس لوحده مش هيقدر يعمل حاجة. أي دولة في العالم وأي شعب في العالم له حقوق وعليه واجبات، يا ريت نبص للواجبات اللي علينا قبل ما نبص للحقوق بتاعتنا عشان نقدر نبني مصر. مصر اتبهدلت بما فيه الكفاية في الفترة اللي فاتت، فنرجو إن الناس تطبق حتى أقل شيء في القانون عشان نقدر نبني دولتنا. وبشكركم شكرا جزيلا وأتمنى التوفيق، وأنا من مؤيدي الرئيس السيسي أو المشير السيسي. شكرا. ده معنى نتكلم في موضوع تاني، هنتكلم في موضوع تاني. طب أستاذ حسني، طيب حسني، كيف تنظر للرئيس المقبل؟ ارجع التليفون 5 ساعات، الساعه 2 بالليل، عشان يقعد يقول لي مش المفروض ومش المفروض ومش المفروض ومش المفروض. طب اقول لك بس برضو انا ما دام هنديله، طب انا هاتيني من 8 ل 2 بالليل كما الاخوان قالوا، انا ماليش مطمع ومش عارف. لا معلش، ان شاء الله باذن الله. حسني، ماذا تريد من رئيس مصر اللي انت مش عايز تروح تزورها؟ قول لي. اديله المايك. مش هيطلع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا شعب مصر يا جميل، يا اللي انا اعجبت بيك قوي قوي لما طلعت في 25 وطلعت مره تانية في 30 وهزمت الناس اللي انا ما بحبهمش ابدا، بحبهمش وبكرههم. بس انا اتمنى علينا، انا بقالي 38 سنه في امريكا، واتمنى ان مصر تبقى حتى جزء من امريكا. هنا لينا احترام، البني ادم ليه احترامه، ليه بني ادم بيحترمونا، بوليس
بيحترمنا. اي مكان بعمل كل حاجتي بنفسي، مفيش واسطه، مفيش عمليه يعني كوربشن، الا لو في حد بيكرب بياخدوه على المحكمه، وفي عداله هنا، في كوربشن بس في عداله. احنا نتمنى مصر تبقى فيها عداله، والرئيس الجاي ان شاء الله باذن الله يبقى قوي مع المصريين، واتمنى يبقى كرامه المصري قبل كل شيء في الدنيا، الكرامه بتاعت المصريين. احنا اتهزمنا، كرامتنا راحت من ايام حسني مبارك. اتمنى الرئيس الجاي يبقى يرجع لنا كرامتنا احنا مصر، واتمنى كل سفير في كل اي بلد في العالم يجمع المصريين، علشان احنا الانتخابات بتاعتنا هنا بتاثر في الانتخابات بتاعه الرئيس هنا، وبيسمعوا كلامنا. لو احنا لقينا سفير هنا يجمعنا ويبقى لنا صوتنا، واحنا عندنا احنا سيتيزنشيب هنا في امريكا، لو جمعنا بنروح بنتحكم على الراجل اللي هيرشح نفسه للرئاسه، هيرشح نفسه للسنتر او، وبعدين بيسمعوا كلامنا، وبكل حاجه بتنفذ، لو حتى اجنس بلدنا بيسمعوا كلامنا، وكل حاجه تتنفذ. لو احنا عايزين اي شيء هيرجع لنا للخير لينا، بس اهم شيء لازم نسمع كلام بعضينا. والدبيت احنا ما بنعرفش نتكلم مع بعضينا، كلنا المصريين في العالم كلها لازم نتكلم، ناخد وندي ونسمع رأي بعضينا، ده أهم شيء. وأتمنى الرئيس الجاي يبقى قوي وكويس ويحب مصر ويخاف على مصر ويخاف على المصريين كلهم. وربنا معاك يا رئيس يا جاي. شكرا. دكتور أحمد، يعني مصر في انتظار وجود رئيس جديد، كيف تنظر للرئيس المقبل وماذا تريد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كلنا امل ان بكره يبقى احسن من النهارده، وكلنا امل في اختيارنا لرئيس الجمهوريه القادم ايا كان الشخصيه. اللي بيحصل في مصر ظاهره صحيه 100%، ظاهره صحيه من تعدد المرشحين وتعدد وجهات النظر. كل اللي بنطلبه من المرشح القادم ان يحقق لنا الامان بتاع زمان، يحقق لنا الامان اللي كنا عايشين فيه. احنا فقدنا يعني يوم الجمعه، الناس النهارده يوم الجمعه بتطلع تصلي وبتروح جري، يا اما هتتضرب بطوب يا اما هيحصل فيه مظاهرات. احنا عايزين ننهي المواضيع دي، احنا عايزين نعيش في امان. اهم حاجه الامان، والامان هو هيؤدي الى الاستقرار، والاستقرار هيؤدي الى رفع الاقتصاد، وان مصر هتبقى عظيمه باذن الله. ايا كان المرشح القادم، ايا كان هو من هو الرئيس القادم، كل اللي عايزينه منه الامان. والحقيقه انا مع الدكتوره هاله في كل اللي قالته، رئيس جمهوريه يجمع كل المصريين، رئيس الجمهوريه يالف بين قلوبنا. احنا هنا اختلفنا مع بعض، احنا هنا بنشوف برضو، يعني احنا مش بعيد عن مصر، احنا هنا بنشوف مناقشات ساعات بتفقد الواحد شعوره، من ناس كل همها تبص على قناه معينه وتقول لنا اللي بيقولوه. عايزين راجل قوي يقدر يجمع الناس دي كلها، يقدر يرجع الثقه في مصر ويرجع هيبه الدوله. ونتمنى لكل واحد التوفيق، وان شاء الله ربنا مع المشير السيسي اللي هو املنا فيه كبير قوي، ونتمنى من الله انه ما يخيبش املنا. حاج ناجي، انا عايز اعرف انت ماذا تريد من الرئيس المقبل؟ نتمنى من الرئيس القادم أن يكون قادر على إدارة البلاد، جاي ببرنامج للتصليح للإصلاح، الإصلاح الأمني نمرة واحد، الاقتصادي ياخد بإيد المصريين ويرتفع بيهم إلى مستوى الإنتاج اللي هيعمل على رفعة البلد. والله الموفق. قلت حاجة أنا أتكلم؟ أنا بطلب من الرئيس القادم يخلي باله من الناس الغلابة اللي هم الفقراء الأغنياء، معاهم فلوس وعايشين كويس وما عندهمش أي مشكلة من أي رئيس يجي، ما عندهمش أي مشكلة. مشكلة في الفقراء الغلابة، بدل ما يبنوا فلل على طريق الصحراوي يبنوا ناس للغلابة
يبيعوا للناس الاراضي الصحراء اللي ملهاش اي لازمه عندهم بس فاضيه وبيحطوا فيها مخدرات وزرعوها، يدوا لكل واحد 10 فدادين يستصلحهم، اما كانش كده يبيعهم وبفلوسهم يقدر يبدا اي مشروع، زي ما الفريق السيسي عمل مشروع المليون شقه، يعمل برضو المليون فدان برضو الناس الغلابه، المطلوب تطعم الغلابه وتخلي بالك منهم، ومفيش اي مشكله، الناس كلها عايزه فلوس وعايزه تعيش كويس. اريد من الرئيس المقبل انه يكون شخصيه، يكون قائد، يكون زعيم، يكون فاهم المؤامرات الخارجيه اللي هي حوالين مصر، المؤامرات الجامده جدا جدا جدا، يكون يعني ياخد باله من الغلابه والفقراء، واهم حاجه في مصر طبعا اتمناها الامن والاستقرار، عشان الموضوع بقى كبير قوي. فاهم حاجه دلوقتي عايزها في الاول الامن والاستقرار عشان البلد ترجع تمشي، المركب تمشي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه تصوري للرئيس المقبل زي ما قلنا وعودنا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. بمعنى النهارده لو السيسي ربنا وفقه، مصر محتاجه رجل بفكر عسكري، وانا اكرر بفكر عسكري، بمعنى مش هيصحينا بصفاره وينايمنا بصفاره زي ما احنا اتعودنا في الجيش، بل بالعكس انتوا لو جربتوا يعني ايه تسحب صفاره. انا واحد من الناس لما بدأ انا ضابط احتياط ووصلت الى رتبه لواء، واتمنى ان انا رجعنا الى الجيش تاني فعلا، بس في صوره قيادات شعبيه بنساعد قيادات الجيش اللي نازله وابناء الشرطه والداخليه، في كل واحد في حده منطقته. مطلوب من البلد اولا الشباب اللي قاعد على القهاوي، سيادتك مخرجه ابنك من جامعه او من مدرسه قاعد على القهوه، احنا بنعذره، بنطلب من القائد القادم لازم يكون قائد عسكري، ايا كان القائد اللي هيجي مدني او عسكري ليه خلفيه عسكريه، لازم حضرتك لازم يكون اداره عسكريه، اداره واراده. بمعنى ان النهارده الشباب اللي قاعد على القهوي ده بياخد من ماما 100 جنيه كل يوم بيصرفها، ممكن يروح يسرق 100 جنيه تاني عشان يغطي رغباته على القهوه ومع اي حاجه مخله باداب الطريق العام حتى. فالنهارده ما فيش احترام، لان النهارده ما فيش لا اب ولا ام بيربي، احنا زمان كنا بنخاف من الجيران مش من الاب ومن الام، لكن النهارده ما فيش اصلا لا اب، هو الاب اصلا مش متربي ولا ام متربيه، الجيل النهارده انا بقولها بصراحه وبعلنا النهارده حضرتك اللي احنا شايفينه في الشارع ده قله تربيه، يعني ايه واحده ست تسيب جوزها وعيالها وتطلع تعمل لي كده، تعمل لي كده، تعمل لي كده، تعمل لي كده، وات ايفر، مش فارقه معانا. انت نازله ليه؟ انا في لقائي مع احد سيدات مصر، ناس محترمه، ست كانت وكيله وزاره سابق، بتقول لي بيدوني 1000 جنيه. وانا مأجره شقه ب 2000 جنيه. ايجار جديد، جوزها مات وانا سايبها طردوها من بتاع. فنزلت بتوع رابعة عشان يدوها 1000 جنيه غير الاكل والشرب غير غير. هي دي النهايه. انا عايز اقول الرئيس القادم لازم يلم اطفال الشوارع، دول مستغلين. يلم الناس من على القهاوي، الطلبه دي تشتغل. ولازم الجيش يرجع تاني، مفيش حاجه اسمها 3 سنين واحنا طفحنا الدم، كنا بناكل مع الفئران وبندي الفار عيش عشان ياكل مع بعض، ممكن نموته بطلقه، لكن مع ذلك اهو موجود معانا في الجبل. فيعني عايز اقول الوضع لازم يعود الى الانضباط، الحياه العسكريه. عسكري مش هتوصلي البروجرام برضه. لا مركزه و100 100 وبصه للكاميرا. طب ماشي. استاذ عمرو، يعني كيف تنظر الرئيس المقبل يعني وماذا تريد منه؟ انا بطلب من الرئيس القادم ان شاء الله ايا كان 3 حاجات. اول حاجه الشفافيه، ونحط تحتها 1000 خط. تاني حاجه ارساء دوله القانون، ونحط برضو 1000 خط. ثالث حاجه كل شيء هيجي بعد دي من امن، اقتصاد، تعليم، صحه، طالما ان في شفافيه وارساء دوله القانون. واظن ان دول سر تقدم اي دوله في العالم كله، مش اكتر من كده. الطلب الشخصي الثالث انه في برنامجه يعد الا يمس ماده الدستور دورتين فقط لا غير، دورتين لرئيس الجمهوريه فقط لا غير. فاذا احترم الدستور الشعب كله هيحترم القانون. استاذ حازم، يعني كيف تنظر للرئيس المقبل يعني وماذا تريد منه؟
اوكي وانت بتكلم حول أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطلب من الرئيس القادم إن هو يكون رئيس لكل المصريين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين زي ما الأستاذ عمرو يقول يرسي دولة القانون عشان نعيش كلنا تحت قانون واحد، وعدم المساس بالدستور دي حاجة مهمة جدا، الدورتين. والحاجة الأهم من ده إن الشعب يساعد الرئيس، لأن الرئيس لوحده مش هيقدر يعمل حاجة. اي دوله في العالم واي شعب في العالم له حقوق وعليه واجبات، يا ريت نبص للواجبات اللي علينا قبل ما نبص للحقوق بتاعتنا عشان نقدر نبني مصر. مصر اتبهدلت بما فيه الكفايه في الفتره اللي فاتت، فنرجو ان الناس تطبق حتى اقل شيء في القانون عشان نقدر نبني دولتنا. وبشكركم شكرا جزيلا واتمنى التوفيق، وانا من مؤيدي الرئيس السيسي او المشير السيسي. شكرا. ده ما هنتكلم في موضوع تاني، هنتكلم في موضوع تاني. طب استاذ حسني في راي اخر، مش هنقدر كلنا راي واحد. انا استنى عشان العمود ده بيتغلس على السوق. اطلع صوتي وانا بقول اهو، صوتي وصوت ولادي الاثنين هديهم للسيسي. طيب حسني، كيف تنظر للرئيس المقبل؟ يقعد على التليفون خمس ساعات، الساعه 2 بالليل عشان يقعد يقول لي مش المفروض ومش المفروض ومش المفروض ومش المفروض. طب اقول لك بس برضو انا من مدام هنديله. طب انا هاتيني من 8 ل 2 بالليل كما الاخوان قالوا، انا مش مطمع ومش هرش. لا معلش ان شاء الله باذن الله. حسني، يلا حسني، ماذا تريد من رئيس مصر اللي انت مش عايز تروح تزورها؟ قول لي. اديله المايك. مش هيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شعب مصر يا جميل، يا اللي انا اعجبت بيك قوي قوي لما طلعت في 25 وطلعت مره تانية في 30، وهزمت الناس اللي انا ما بحبهمش ابدا، بحبهمش وبكرههم. بس انا اتمنى علينا، انا بقالي 38 سنه في امريكا، واتمنى ان مصر تبقى حتى جزء من امريكا. هنا لينا احترام، البني ادم ليه احترامه، ليه بني ادم بيحترمونا، بوليس بيحترمنا، اي مكان بعمل كل حاجتي بنفسي، مفيش واسطه، مفيش عمليه يعني كوربشن، الا لو في حد بيكرب بياخدوه على المحكمه، وفي عداله هنا، في كوربشن بس في عداله. احنا نتمنى مصر تبقى فيها عداله، والرئيس الجاي ان شاء الله باذن الله يبقى قوي مع المصريين، واتمنى يبقى كرامه المصري قبل كل شيء في الدنيا، الكرامه بتاعت المصريين. احنا اتهزمنا، كرامتنا راحت من ايام حسني مبارك. اتمنى الرئيس الجاي يبقى يرجع لنا كرامتنا احنا مصر، واتمنى كل سفير في كل اي بلد في العالم يجمع المصريين، علشان احنا الانتخابات بتاعتنا هنا بتاثر في الانتخابات بتاعه الرئيس هنا، وبيسمعوا كلامنا. لو احنا لقينا سفير هنا يجمعنا ويبقى لنا صوتنا، واحنا عندنا احنا سيتيزن شيب هنا في امريكا، لو جمعنا بنروح بنتحكم على الراجل اللي هيرشح نفسه للرئاسه، هيرشح نفسه للسناتر او، وبعدين بيسمعوا كلامنا، وكل حاجه بتنفذ، لو حتى اجنس بلدنا بيسمعوا كلامنا، وكل حاجه تتنفذ. لو احنا عايزين اي شيء هيرجع لنا للخير لينا، بس اهم شيء لازم نسمع كلام بعضينا والدبيت. احنا ما بنعرفش نتكلم مع بعضينا، كلنا المصريين في العالم كلها لازم نتكلم، ناخد وندي ونسمع رأي بعضينا، ده أهم شيء. وأتمنى الرئيس الجاي يبقى قوي وكويس ويحب مصر ويخاف على مصر ويخاف على المصريين كلهم. وربنا معاك يا رئيس يا جاي. احنا مستعدين وقت ما يحددوا الثلاث أيام أو أربعة أيام إن شاء الله كلنا هنروح ونحط صوتنا. بالنسبة لمجلس الشعب احنا لسه ما ظهرتش الرؤية بالنسبة لمجلس الشعب، اذا كان في حد هينتخب هيترشح هنا او هناك، احنا لنا ايه دور في مصر يعني؟ ما اعرفش احنا لنا ايه دور في مصر في الناس اللي بترشحوا نفسهم في مصر هناك يعني، او لسه ما ظهرتش الرؤية بتاع مجلس الشعب. الدوائر حتى لسه ما جهزتش هناك،
في دوائر هتدخل زياده ولا هتدخل جديده لسه ما ظهرتش. فاحنا اللي قدامنا دلوقتي الاستحقاق الاولاني اللي هو رئاسه الجمهوريه، وربنا يوفقنا، وان احنا بليز ان احنا كلنا نروح نحط صوتنا وريفر بقى اي واحد حمادين سيسي اي حد داخل لازم نروح، لازم نروح، لان احنا مقصرين جدا في الفتره اللي فاتت ان احنا ما بنروحش. الاستفتاء كان عدد ضعيف جدا بالنسبه للعدد بتاعنا وفي كل انتخابات فاتت قبل كده. احنا ان شاء الله هنروح الانتخابات وكل واحد هيدلي بصوته للمرشح بتاعه. بعد كده هتيجي الانتخابات بتاعت مجلس الشعب. ف من وجهه نظري ان احنا هنحاول ان احنا ننتخب الناس اللي هي هتتماشى مع المرشح اللي هو هيكسب، علشان في الحاله دي هيقدر ينفذ المشروع بتاعه اللي هو عايزه، فعشان ما تبقاش في اي مشاكل او تعارض ما بين مجلس الشعب والرئيس، على اساس ان دلوقتي هم بيقتسموا السلطات. فدي النقطه اللي احنا بنحاول ان احنا نعملها في الفتره الجايه بحيث ان البلد تقدر تمشي لقدام. أحب أقول لمشاهدين صدى البلد إن إذا كان اللي موجود في أمريكا ولا موجود في أي حتة في مستوى العالم كله، إن لو معاه رقم قومي أو باسبور يروح ينتخب الرئيس اللي هو شايفه، المرشح اللي هو شايفه بالنسبة له كويس. بس طبعا بالنسبة لي أنا برشح طبعا، وأتمنى إن الناس كلها ترشح السيسي، لأن هو دوت القائد اللي هو بتاع المرحلة دي، وان شاء الله ربنا يوفقه، ودعوتنا ليه بالتوفيق وينصره على اعدائه. شكرا. ان شاء الله تمر مرحله الاستحقاق الانتخابي لرئيس الجمهوريه بسلام. اتمنى ان كل الناس تروح وتنتخب، وطبعا المشير عبد الفتاح السيسي. وبعدين نبدا نستعد بقى نشوف مين اللي هننتخبه. بالنسبه للبرلمان، البرلمان مهم جدا جدا بالنسبه لنا، وخصوصا على حسب الدستور الجديد، لان البرلمان ليه صلاحيات كتيره قوي. ويعني نتمنى ان احنا باي ذا تايم او بالوقت ده يعني يكون في شخصيات معروفة نقدر احنا هنا يعني المصريين اللي عايشين في الخارج نتعرف عليهم ونقدر ننتخبهم. وبرضو بالنسبة للانتخابات في مصر، كل واحد يتحقق من الشخصية اللي هو بينتخبها ويتحقق من البرنامج بتاعها، وربنا يسهل ان شاء الله ويوفقنا، ونعتصم بحبل الله جميعا وراء المشير عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله كله خير لمصر. بنشكر صدى البلد على اساس انها اول قناه ممكن تبتدي تتكلم معانا في، وانا بالنسبه لي شخصيا يعني انا احب اقول بس قصه بسيطه. ان ايام انتخابات اوباما وماكين كان لي اصدقاء امريكان كانوا ضد اوباما ويقولوا ان ده مش امريكي ومش من الجيل الامريكي الاول، وكان ضده بصوره فظيعه يعني. بعد ما نجح اوباما فقعدت معاهم وبتكلم معاهم، فاقول لهم هتعملوا ايه؟ قالوا لي ده رئيس الولايات المتحده الامريكيه، خلاص ده اور بريزيدنت، ده اللي انا عايزه من المصريين. يوم لما ان شاء الله ينجح عبد الفتاح السيسي، انا مش عايز اقول المشير السيسي عشان احنا دلوقتي بننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم لما هينجح يبقى رئيس لكل المصريين، وكل المصريين اللي ادوا له الصوت ولا اللي ما ادولوش الصوت هم اللي لازم نمشي ورا بعض ونكون ايد واحده. وبقول للرئيس الجديد السيسي ان العدل اساس الملك، وليست الايمان وليست الاسلام وليست المسيحيه، انما العدل. فلو طبق العدل هينجح السيسي. شكرا. الحقيقه انا عندي رسالتين اتنين عايزه اوصلهم. رساله بالنسبه للانتخابات الرئاسيه للناس اللي بدات تشكك من قبل الانتخابات ما تبدا باحتمال تزوير الانتخابات، وبتشكك كمان في ان اجهزه الدوله بتستخدم لصالح مرشح بعينه. عايزه اقول لهم ان المشير عبد الفتاح السيسي مش محتاج انتخابات تتزور، ولا احد ينكر ان له رصيد من حب الناس، من الحب كبير جدا في قلوب الناس.
فمش محتاج الانتخابات تزور، كمان مش محتاج انه يجيش اجهزه الدوله عشان تزور له انتخابات. فده احنا بنسميه يعني بنسميه تلكك، بنسميه يعني انا شايفه ان مش المفروض يكون في حاجه زي كده. المفروض ان وسعيده جدا ان في اكتر من شخصيه نزلت، عشان ما ينفعش ان انت تهدد بالانسحاب في وقت انت عارف ان الشكل الديمقراطي عايزك تكون موجود. فانت دلوقتي كده يعني ده اللي بنسميه الابتزاز السياسي، فما ينفعش تبتزنا كشعب. خلاص احنا ما ينفعش نبتز تاني، ودي اراده شعب. دي رساله. الرساله الثانيه بالنسبه للانتخابات البرلمانيه، يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش ملامحها ايه. احنا ما نعرفش هكون بالقائمه ولا فردي. انا بفضل ان يكونوا الاثنين موجودين، لان لازم عشان يحصل، بتفق مع الاستاذ طارق، عشان يحصل تناغم مع الرئيس مع البرلمان بتاعه لازم يكون في تيم وورك، في فريق عمل موجود في البرلمان، عشان ما نطلعش في الاخر من غير نتيجه للصراعات بتاعتنا. فلما يبقى في جزء بالقائمه جزء فردي، المختلط ده انا يعني اتمنى واتعشم ان ده يكون الوضع في البرلمان، وساعتها كلنا واقفين وكلنا جاهزين عشان نخدم البلد دي، لان احنا بنحب البلد دي. مع الاستاذه هاله في اللي قالته في حته المتشككين، لكن برضو انا عايزه اوجه رساله للناس اللي هم عايزين يأيدوا عبد الفتاح السيسي. ما تتغروش يا جماعه بالكم، صوتك مهم. اوعى تفتكر انه الراجل له شعبيه كبيره او خلاص هو ناجح، لانه لو كل واحد فكر بالطريقه دي ممكن تحصل مفاجاه مش كويسه. فكل واحد صوته مهم، وكل واحد عليه صوته امانه وعليه عبء. ما حدش يقول لا ده خلاص ناجح. دي رسالتي الاولانيه للي هم بيأيدوا عبد الفتاح السيسي. رسالتي الثانيه بقى للمصريين كلهم في كل حته في كل الدنيا، يعني حتة انه لو ما كانش المرشح بتاعك نجح، ولو لا قدر الله في دور إعادة أو حاجة، اوعك تقاطع الانتخابات. دي كانت غلطة ناس كتير عملتها في أول مرة، وأنا واحدة من الناس عملتها وندمت إن أنا عملتها الحقيقة. إنه أنا رشحت حد، ولما في الآخر جت الانتخابات ما بين شفيق ومرسي قطعت الانتخابات، وكان ده غلط، وكان من نتيجة مقاطعة الناس دي بيتهيألي ان ده كان عليه جزء كبير قوي في الاحداث اللي حصلت. لو كنا فكرنا شوية في، سواء يعني في ناس خافت تنتخب شفيق وفي ناس خافت تنتخب مرسي، كانت النتيجة ان في الاخر ان احنا الوضع اللي احنا فيه بتاع مرسي ده بالظبط كده بالظبط كده. فلا ما تقطعش ان شاء الله، من اول جوله هتكون محسومه ان شاء الله باذن الله، لو انت عرفت ان صوتك امانه ونزلت. وما تتغرش بان العدد كبير، لا. لو كل واحد فكر في كده وقال انا مش مهم ده في اوريدي، او انا صوتي مش مهم، او احنا مثلا بالذات هنا في امريكا احنا بنقول ده احنا اصواتنا مش كتير، لا كل صوت مهم، كل 1000 مهم، كل 100، وكل واحد مهم. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه، محدش لو المرشح بتاعه ما جاش يقاطع الانتخابات. فكر وشوف مين ده في حاله الاعاده يعني. شكرا. انا اشكر صدى البلد طبعا على تحت هذه الفرصه، وباختصار اضم صوتي للساده اللي تحدثوا قبلي ان احنا ندعم المنتخب القادم، رئيس الجمهوريه القادم، لان طبعا ده امن وامان استقرار مصر، وده المطلوب في المرحله الانتقاليه الحاليه. دعما لكل طوائف البلد، دعما لكل منظمات البلد، جيش وشرطه وقضاء وتعليم وصحه و و والى اخره. النهارده مصر لو انهارت هتنهار كل الامه العربيه، فلازم نصحى ان دي نقطه فارقه لينا، للعرب ولمصر، للعرب ولمصر ضد العالم كله. فنطمع في انتباه السادة المصريين في الداخل وفي الخارج لتدعيم انتخابات الرئاسية القادمة. شكرا. من الرحيم، شكرا لسادة البلد، وان شاء الله خير باذن الله. انا طبعا هروح انتخب وادي صوتي للرئيس اللي هيكون امن عليا وعلى بيتي وعلى اولادي، وطبعا هو السيسي. وفي نفس الوقت بقوم بحمل التوعيه للجيران والمصريين اللي حوالين مني، سواء في شغلي او في المنطقه اللي انا ساكنه فيها، برد على جميع اسئلتهم. واذا كان اي حد عايز سؤال، عايز توعيه، وبحفزهم ان هم يروحوا ينتخبوا، لانهم لازم يروحوا ينتخبوا عشان مصر تفضل امنه. وحفظك الله يا مصر. بلاش نخاف، بلاش نتراجع. الدستور الشعب المصري
طلع وأثبت أنه عنده وعي سياسي، إن شاء الله بعدها انتخابات البرلمان وانتخابات المحليات. وهستعير كلمة من الناشط السياسي الأمريكي مارتن لوثر كينج، I have a dream، بس لمصر. أتمنى أن ترجع في مصر انتخابات اتحادات الطلاب المشايخ والعمد وانتخابات المحافظين، وتنتهي فكرة أن منصب المحافظ عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة. أتمنى أن يكون محافظ كل بلد كفاءة إلى محافظته. وشكرا. السلام عليكم. الحقيقة الواحد مدرك دورنا في بناء مصر المرحلة اللي جاية، فلازم لا نستهين بأصواتنا، وكلنا إن شاء الله نروح ندلي بأصواتنا كما تنبغي. وحافظك الله يا مصر. عايز أقول حاجة، عندي رسالة موجهة لحملة الأستاذ حمدين صباحي. عايزة أقول لكم إن المرشح بتاعكم مرشح قوي ومناضل، وكان ليه دور كبير جدا في الانتخابات الرئاسية الأولانية، فياريت نبقى على قد المسؤولية ونعتمد في الكامبين أو حملة الترشح على التاريخ الشريف الطاهر للأستاذ حمدين صباحي، ولا نقع في فخ ان احنا نشوه المرشح الاخر عشان نوري ان المرشح بتاعنا كويس. ده عمره ما بيحصل، واي تشويه للطرف الاخر في حقيقة الامر هو تشويه للأستاذ حمدين صباحي. الى جانب انا عايزة اقول له كمان انه هو بيقوم باكبر دور وطني في اسراء العملية الانتخابية في مصر، وده هيحسب له في التاريخ. وعايزه اقول له مهما كانت نتائج الانتخابات انت برضو الكسبان، وانت اللي نجحت هذه الانتخابات وارتقيت بمستوى الانتخابات في مصر. فنرجو ان كل واحد يبقى على قد المسؤوليه في ما يخص حمله الاستاذ حمدين صباحي او حتى حمله المشير السيسي. مفيش واحد فيهم محتاج ان احنا نشوه حد عشان هو يبان كويس. هما الاثنين كويسين، واحنا بنختار ما بين لاول مره في حياتنا بنختار ما بين اثنين. هما الاثنين كويسين وبتاريخ نضالي وعلى درجه عاليه جدا من الوطنيه. شكرا. اسمي ايمان وهمان، وعايشه هنا بقى لي مده طويله جدا. اكتر حاجه بس بتمناها ان المصريين جوه مصر يعرفوا ان المصريين اللي خارج مصر هم مصريين زيهم، هم مش اي حد تاني، لان هم دايما بيتهمونا ان احنا راينا اثر فيهم بس بالسلب في اختيار الرئيس مرسي. بالعكس، ده ما كانش راينا ولا حاجه، واحنا هنا كلنا عندنا اشغال، ومع ذلك كل العمل اللي احنا بنعمله تطوعي، بنحاول نجمع بعض على قد ما نقدر. لكن الفرقة اللي بتحصل جوه مصر بتأثر علينا برضو بناحية سلبية، ودي حاجة. الحاجة التانية، أتمنى إن لو أي واحد فينا من اللي عايشين برا رجع مصر يلاقي مكان جوه الوطن، يعتبروه واحد مصري زيهم. أنا واحدة من الناس حبيت أرجع مصر واشتغل في مصر، محدش أبدا فتح لي أي باب، رغم إن إحنا كفاءات بيروحوا يجيبوا ناس هندوة وباكستانيين وبيدولهم ألافات ألافات الدولارات. طب ليه؟ اكتر حاجه كمان ضايقتني جدا في مصر ان كل الشعب بقى شعب استهلاكي بالدرجه الاولى. لازم يمنعوا استيراد الحاجات اللي السلع الاستهلاكيه. النهارده كل واحده ست في مصر ماسكه لي شنطه ب 3 4000 جنيه، وفي ناس مش قاعدين تحت السلم وشفتهم بيطبخوا في صفايح السمنه الفاضيه وبيناموا على كرتونه. دي ما فيهاش اي نوع من انواع العداله الاجتماعيه. اتمنى من الرئيس اللي جاي يبص للفقراء والغلابه، ويبص كمان للناس اللي هي عايشة برة ان دول من اهل البلد. احنا دايما لما بتحصل كوارث في مصر سواء زلزال او فيضان احنا اول ناس بنجري نتبرع ونعمل. في الحالة دي بس بيقولوا المصريين وقفوا جنبنا، انما في اي حاجة تانية عايزين يحرمونا حتى من حقنا السياسي وحقنا في تمثيلنا في البرلمان. انا معرفش ليه. فياريت بس الرئيس الجاي يراعينا في النقطة دي، وربنا يوفقه. وطبعا كلنا اكيد هنشجع الرئيس بتاعنا اللي احنا بنحبه. إذا كان هناك تباين في الآراء حول ما يريده المصريون من الرئيس المقبل، إلا أن هناك إجماع حول اختيار شخصية الرئيس والاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وهذا صفي الدين دياب يحييكم من نيويورك.